دوره متميزه ان شاء الله هذه السنه. جناح الهيئه المصريه لعمل الكتاب احنا بنعرض فيه احدث الاصدارات والمشاريع الثقافيه اللي لينا، وحبينا ان هو كمان جناح يعبر عن الهويه المصريه من خلال صور لكتاب وادباء، وكمان محتوى مهم عملت عليه الهيئه المصريه لعمل الكتاب سواء محتوى حديث او تراثي او غيره. وشرفنا من خلال ان احنا يكون عندنا التعاون المشترك اللي بيننا وبين وزاره الاوقاف ومعالي الوزيره ومعالي وزير الاوقاف، اشاروا ان موسوعه رؤيه في احدث اصدار ليها ان هي تكون متوفره بين ايدين الناس وتبقى هديه للاسره المصريه، لانها موسوعه تحارب الافكار المتطرفه وكمان مهمه في تجديد الخطاب الديني في شكل الحديث، ودي يعني هديه متواضعه لمعاليك فندم. جناح الهيئه بيضم احدث اصدارات لمشروع طه حسين، سلسله المصريات، الخط الكوني، كمان احنا عندنا مشاريع جديده بنقدمها زي مشروع حكايات النصر اللي هو بيعبر عن الاحتفاء بخمسين سنه على انتصار اكتوبر المجيد، كمان ديوان الشعر العربي، لدينا كتاب عن العاصمه الاداريه وده اول كتاب يصدر للجمهور المصري على العاصمه الاداريه الجديده باسم عاصمه الخلود. استاذ سيادتك يعني انتهز الفرصه دي واقدم لحضرتك ده جزء مهم جدا ده خاص لحضرتك، انا عامل الكتاب مفيش كلمه في الكتاب غريبه عن حضرتك بس انا لميتها لانه ده واجب عليا. الكتاب يا فندم صدر ان شاء الله، احنا هنوصل ده ان شاء الله ضعفة المأهول بالعمران ان شاء الله يا فندم، فانا اتعشم انه حضرتك تشوف يعني. شكرا. وكمان سيادتك الكتاب صدر كمان في 30 يونيو بالتزامن مع 30 يونيو، احنا حريصين يا فندم ان يبقى فيه قيمه مضافه للقارئ المصري من خلال معرفه قوية ورصينة، وفي نفس الوقت هذه المعرفة تكون ما بين يعني في متناول القارئ المصري. عفوا انا موجود. والتحق بكلية الحربية وتخرج فيها عام 1948. شارك في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 واستطاع عبور قناة السويس بفرحته لما فرق الجيش كان في الميدان وصد الهجوم الإسرائيلي على مدينة السويس. عندما قامت القوات الإسرائيلية بعملية الطرد واندفع بقواته إلى عمق سيناء لخلخلة الجيش الإسرائيلي. تمكن من عدم احتلال السويس ودمر جميع دباباته التي حاول دخول السويس، وتمسكنا بالسويس وظلت صامدة ولم ينم منها العدو أبدا. حفظت على جميع معداتي وأسلحتي وقاتلت العدو ورديت على جميع اشتباكاته بعمق، وطورت الهجوم وعدلت مواقع وكسبت أراضي جديدة. نتمنى لحضراتكم زيارة سعيدة. أكيد أكثر حرب طارئ عايز يشوف فيه هيئة البحوث العسكرية. أقسام هيئة البحوث العسكرية مكتبة التراث العسكري وتضم نسخ أصلية لإصدارات الجيش المصري منذ القرن التاسع عشر من كتب ومراجع عسكرية. قسم المعرفة العامة ويضم كتاب الجيش المصري وسبعة آلاف عام من الزمان باللغة العربية واللغة الإنجليزية. كتاب دور مصر في الحرب العالمية الأولى باللغة العربية واللغة الإنجليزية. أحدث إصدارات مجلة الدفاع والمجلة العسكرية ومجلات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. أحدث إصدار لأطلس العالم وجمهورية مصر العربية. قسم التاريخ العسكري ويضم مجلدات تاريخ مصر القديم والوسيط والحديث بالإضافة لأبرز المعارك التي خاضها الجيش المصري عبر العصور. قسم الشخصيات العسكرية ويضم أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973 من القادة والضباط والجنود بالإضافة لأهم الشخصيات التي أثرت الحياة العسكرية والثقافية والمدنية في مصر. قسم العلوم البحثية ويضم أحدث إصدارات مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كما تحرص القوات المسلحة المصرية على اقتناء
أحدث إصدارات موسوعة جينيس لمواكبة التسليح العالمي. قسم القوات البحرية والجوية للدفاع الجوي بالقوات المسلحة المصرية يتضمن أحدث إصدارات لمجلات القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، كما يضم مجلدات عن نشأة وتطور القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي. الهندسية. عرض لسيادتكم قسم معروضات الهيئة الهندسية وهيئة الامداد وتمويل القوات المسلحة، ويضم احدث اصدارات ادارة المساحة العسكرية من الخرائط الطبوغرافية اطلس العالم وجمهورية مصر العربية، خرائط الطرق وخرائط شبكات المواصلات، دليل خرائط السياحية، بعض الخرائط السياحية، بالاضافة يا فندم لبعض منتجات هيئة الامداد والتموين، اهمها المنتجات الغذائية والخدمات البيطرية والخدمات الطبية المقدمة للقطاعين المدني والعسكري. شكرا. قائد محمد اسماعيل احمد، عضو هيئة تدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية. الأكاديمية العسكرية المصرية رائدة إقليميا ومتميزة عالميا في مجال العلوم العسكرية التخصصية لإعداد وتأهيل الضابط المقاتل. ويضم القسم أسلوب الالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية آخر إصدارات من مجلة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، إصدارات خاصة بالكلية الفنية العسكرية. تمام يا فندم. جهاز العمل النفسي للقوات المسلحة وأحد الجهات العلمية المختصة بتنفيذ أنشطة التنمية البشرية والعلوم السلوكية اللي بتمارس على المستوى العسكري أو المستوى المدني في السلم والحرب وفي إدارة الأزمات. والهدف من إنشاء يا فندم معونة القيادة العامة للقوات المسلحة إن هي تقدر إن هي الوصول للفرد بالتكيف والتوافق والرضا النفسي للوصول بتحقق ارتفاع الروح المعنوية. وأنشطة جهاز العمل النفسي يا فندم عدة مجالات، أهمها يا فندم فرع الاختبارات والقياسات النفسية، والفرع ده يا فندم من مهمته إن هو بيعمل على تحليل العمل سواء للمهمة أو للوظيفة، ويا فندم سواء للمؤسسات العسكرية أو المؤسسات المدنية زي هيئة الطاقة النووية، هيئة السكك الحديد، سائقي مترو الأنفاق، وزارة المالية، وزارة الأوقاف. وكل ده يا فندم الغرض منه ان احنا وضع الفرد المناسب في المكان المناسب عشان نقدر نقلل من الوقت والجهد. ومن الأمثلة برضو يا فندم فرع البحوث بيعمل العديد من الإصدارات النفسية والبحوث النفسية في مجال العلوم السلوكية، وأيضا العديد من المنشورات والمطويات والإصدارات يا فندم. وفي أمثلة هنا اختبارات نفسية، جهازين بيقيسوا الاختبارات النفسية اللي اشتغلنا عليه، اختبار بيقيس تصنيف الشخصية واختبار نفس حركي. شكرا يا فندم. قسم نظم المعلومات يقوم معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة بتقديم الدعم الكامل للقطاع العسكري والقطاع المدني، وذلك تنفيذا للتوجيهات السياسية والعسكرية، حيث يقوم بتدريب وتأهيل كافة فئات المجتمع على برامج الرقمنة والتحول الرقمي في إطار الانتقال للحوكمة الإلكترونية ومواكبة الثورة التكنولوجية العالمية. ويضم قسم نظم المعلومات للقوات المسلحة مجموعة من البروشورز والكتب الخاصة بالدورات التدريبية التي يتم تدريسها داخل معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة، وكذلك مجموعة من الاسطوانات المدمجة محمل عليها بعض من الأفلام الوطنية لجمهورية مصر العربية. شكرا يا فندم. تمام يا فندم. معهد اللجات للقوات المسلحة، سيادتك فندم، المعهد أنشئ عام 1981. معهد اللجات فندم بيقوم بتأهيل المجتمع المدني وكذلك المجتمع العسكري في مجال اللغات. المعهد سيادتك بيدرس 16 لغة مختلفة. سيادتك فندم عندنا بعض نماذج من اللغات، عندنا اللغة الإنجليزية، اللغة الصينية، اللغة العبرية، اللغة الأردية، كمان يا فندم بعض القواميس اللي المعهد قام بعملها. آخر حاجة سيادتك فندم بالنسبة لنا ترجمة لأهم الكتب العالمية للمعهد. أي أوامر سيادتك فندم؟ مساء الخير يا فندم. مع حضرتك مايا رمضان من إدارة نوادي وفنادق قوات مسلحة. هكون مع حضرتك في جولة سريعة عن إدارة النوادي وأبرز الخدمات المقدمة. في البداية أول نادي أنشئ في إدارة النوادي هو كان نادي الزمالك، وأنشئ عام 1938، ومنذ ذلك الوقت استمرت أعمال الإنشاء والتطوير إلى أن وصلنا إلى 74 نادي وفندق مقسمين في جميع أنحاء الجمهورية. وأما بالنسبة للشق الرياضي فإدارة النوادي بتقدم جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية للمجتمع المدني والمجتمع العسكري. ومواكبة للتطور التكنولوجي الذي بنشهده تم إنشاء موقع خاص لخدمة المدنيين وموقع آخر لخدمة العسكريين، وتم تفعيل خدمة الواتساب والهوت لاين لضمان الخدمات المقدمة للمجتمع المدني والمجتمع العسكري. شكرا.
قدم احمد سعيد فرج اداره تجنيد القوات المسلحه فندم. تقوم اداره تجنيد القوات المسلحه بتقديم الخدمات التجنيديه للمواطنين داخل وخارج الجمهوريه عن طريق شبكه الانترنت. على سبيل المثال فندم استخراج تصريح السفر، استخراج شهادات الاعفاء، استخراج النماذج التجنيديه. ومده فندم استخراج تصريح السفر من 15 ل 30 دقيقه فندم على الواتساب. ايوه يا امير فندم. إصدارات الأمن القومي وفقا لتوجيه القيادة السياسية الصادر لنا 2019 بتسليط الضوء على القضايا ذات الأبعاد الأمن القومي، فقد تم إصدار حتى الآن 29 دراسة شرطية في هذا المجال، كان أولهم مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها. ومن ضمن آخر الدراسات انعكاسات الأمنية حركة اللجوء في ظل النزاعات المسلحة على الأمن القومي المصري وتتنوع الدراسات الأخرى إصدارات مكافحة الإرهاب. ودي ستك بنصدر نعرض فيها الإصدارات اللي بيتم تدريسها في دبلومة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف للضباط الدارسين في كل الدراسات العليا، وأيضا الرسائل الدكتوراه المقدمة للحصول على درجة الدكتوراه والمسابقات البحثية في هذا الشأن. وده اللي بترسخه وزارة الداخلية في ترسيخ حركة البحث العلمي. المكتبة الثالثة والرابعة وهي خاصة بسلسلة الدراسات الأمنية المتخصصة، وهم يتألفوا من 13 نوعية من نوعيات الدراسات الأمنية في كافة المجالات الشرطية. ننتقل سيادتك إلى المكتبة الخامسة والستة وهي بنعرض فيها المناهج الدراسية من المواد القانونية. عندهم 4 سنوات وأيضا بعد ذلك. وأيضا يا فندم المناهج الدراسية اللي بيتم تدريسها لطلبة القسم الخاص. اللي بعديها يا فندم دي المؤتمرات والندوات العلمية للوزارة بتقوم بتنظيمها، وكانت آخرهم ندوة هامة تحت عنوان الانعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية. والمكتبة الأخرى في تتضمن إصدارات كلية الدراسات العليا وهي تضم رسائل الدكتوراه المقدمة من السادة الضباط للحصول على درجة الدكتوراه. وتم مؤخرا إصدار الموسوعة العلمية للضباط الحاصلين على درجة الدكتوراه في علوم الشرطة من 1975 حتى 2023، وهي بتضم أكثر من 500 رسالة دكتوراه، وبتحوي الموسوعة ملخص لكل تلك درجات الدكتوراه وأهم النتائج والتوصيات الخاصة بها. المكتبة التاسعة فندم وهي تحتوي على الأبحاث المقدمة من ضباط الشرطة المتدربين في كلية التدريب والتنمية في الفرق التدريبية المختلفة. والمكتبة العاشرة وهي إصدارات حقوق الإنسان، أبحاث علمية ودراسات. وكان عندنا دراسة هامة جدا تم أصدرناها، تعامل أمني مع الأشخاص ذوي الإعاقة غير المرئية، ودي بيتم تدريب كافة فئات العنصر البشري الشرطي على كيفية التعامل مع تلك الفئة.
أيضا بتحرص وزارة الداخلية على تحديث سنوي لإدارية الخدمات الشرطية المقدم للمواطنين وإتاحته بصورة مقروءة وأيضا بصورة مقروءة بطريقة البرايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وأيضا إحنا بنحرص إن إحنا نوفر بخلاف سيادتك ان احنا بنوفره عن طريق الاشاره لغه الاشاره والمسموع وايضا المرئي. حضرتك الشرطه المصريه ودي سيادتك بترسخ جهود وتضحيات رجال الشرطه في 25 يناير 52 وبعض الاصدارات التاريخيه وقواميس الشرطية والتراجم الشرطية والمجلات العلمية لكيانات الأكاديمية وبخلال سيادتك النشرات التوعوية والمراصد الأمنية والمطبوعات أيضا التوعوية. وحضرتك طبعا بتشرفنا يا فندم وكل سنة ومعليك طيب. وبنستسمح سيادتك بمناسبة عيد الشرطة كلمة حضرتك مع زميل هنا كضيف شرف في معرض الكتاب. أشكرك وأشكر مصر إنها تدعو النرويج. زي ما أنتم شايفين الجو قد إيه النرويج. حابين نبين الطبيعة في النرويج زي ما انتم شايفين الخشب فاتح لأن الإنسان النرويجي بيحب الطبيعة. ودي فرصة جيدة جدا ان احنا نتقابل مع كتاب المصريين وكتاب النرويجي. شكرا معلوزي.